سيد فؤاد ما في داعي إطلاقا للاعتذار، شغلة عادية بسيطة ما فيها شيء. سيد عاصم، سامر ابني كان يحبها كتير لنايا، وهي كمان كانت تحبه ومتعلقة فيه. يعني فيكن تقولوا انه كان سامر بالنسبة لها كل شيء بحياتها. ست صباح، انتي مرة، حطي حالك بمطرحها. لو كان بحياتك هيك شخص، قدي صعب انك تنسي، خصوصي انه كان يجمعهم كل هذا الحب. الحقيقة أنا بعتبر حالي محظوظ كتير، محظوظ لأنه ابني رح يكون عنده نسايب مثلكم. هلا الأهل لما بيحاولوا يدوروا على عريس لبنتهم الأرملة شيء مو غريب، شغلة عادية، لكن الشيء المو عادي لما هالعائلة بتدور على عريس لكنتهم الأرملة. هيئة أنا بقدر كتير هذا الفعل منكم كتير، لأنه قلبكم كبير. خبريها قديش هي محظوظة لهالأهل اللي عندها، بيحبوها وبيحترموها وبيقدروها كتير، وفوق هاد عم يدوروا لها على عريس مشان يزوجوها. شو بدها أكتر من هيك؟ خبريها إنه نحنا ناطرينا. عن إذنكم رح نادينا. نانسي، بس بدي ذكرك بالحكي اللي قلتي لي اياه لما نويتي تتزوجي. قلتي لي انه الحزن اللي بوشه لجود عم يجرحك كتير، وقلتي لي انه ما بقدر اتحمل شوفه لجود لا مهموم ولا زعلان، وقلتي لي كمان انه بدي يصير عنده اب ويعيش سعيد مثله مثل كل الاولاد اللي بالعالم، صح؟ هلا إذا تراجعتي عن هذا القرار، شو بدك تقولي له لجود؟ رح يبطل يثق فيكي. نايا حبيبتي، الشيء الوحيد اللي لازم تفكري فيه بالدنيا هو سعادة جود، وهالشيء أنت بدك إياه، مو بس نحن. يلا كبري لي عقلك وفهمي شو عم قلك. يلا الجماعة مستنونا. يلا ماما، يلا. أهلا وسهلا يا جماعة. أهلا أهلا. شو نايا حبيبتي، صرتي منيحة؟ طيب معناتها شو رأيكم نكمل تلبيس المحابس؟ نكمل. يلا تفضلوا. يلا لنشو. يلا يا حبيبتي. طيب وين زلغوطة يا جماعة؟ إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. مبروك إن شاء الله. مبروك نايا. مبروك ان شاء الله بتتهنوا. مبروك ان شاء الله بتتهنوا. مبروك. Thank you.
نراكم بخير. مع السلامة سيد عاصم. مع السلامة. ما شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. صباح الخير. مع السلامة. صباح الخير. مع السلامة. صباح الخير. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. السلامة خالد. وين أولادي؟ وين؟ هاي أمي. عمتي. نايا بنت غريبة. على أنو أساس؟ ما بيصير تتصرف هيك شو من كان السبب. ما بيصير تترك عريسة وتطلع. الظاهر بتحب ابنها كتير. اختلفنا وهذا الشيء ما بيناسبنا بنوم. كيف بدها تدير بالها على نور؟ كأنه طيوبة كثير هالبنات ومتواضعة بس حساسة شوي بتشبهك. خلص أخي أنا ما عاد أمزح. سكتت. طيب حازم شو حكيتوا أنت وياه لما طلعتوا قعدتوا بجنيني؟ ولا شي. ولا شي؟ يعني معقول كل هالمدة وما حكيت ولا كلمة؟ يا سيدي ما أكون أنا ونغم إيه الله وكيلك لنسرد كل قصة حياتنا من طقطق للسلام عليكم. حازم معقول ما عندك فضول تعرف شي عن هاي البنت اللي رح تصير مرتك؟ بس كأنه كانت متوترة شوي. حازم أنت غلطت. كان لازم تحكي لك كلمتين تروقها فيهم. هاي البنت رح تصير مرتك بعد فترة. شو بتكون عم تقول لحالها هلا؟ كرومي نزلني هون. حازم شو بك؟ ولا شيء نزلني هون. أخي أنا آسف إذا أنت ما غلطت أنت ما خصك نزلني هون. سبيني هالبيت لحق. بتصدقي ليليا حاسس كأنه حمل ونزل عن كتافي. ما بخبي عنك بالأول كنت خايف ومتردد شوي بس بعد ما شفت النتائج ارتحت كتير. أنا هلأ كتير كتير مبسوط. وأنا كتير كتير مبسوطة. الحمد لله هالشاب باينته منيح وإن شاء الله إن شاء الله رح يسعدها هي وجود. إن شاء الله يا رب يا رب. الله يوفقهم. لا 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 لازم احكي معه بصراحة. لازم تعرف اني رح اتزوجها مشان بنتي. هلا لازم احكي معه. ضليت متوترة كل سارة، حسيت قلبي رح يطلع من محله. انا كمان هيك. بس الحمد لله الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. الو؟ ألو أنا حازم. أهلين ابني. أنا آسف يعني اتصالي بهذا الوقت مانو مناسب بعرف هذا الشيء بس ما في شيء مزعج. يعني أنا حابب بس أحكي مع نايا. بس والله انشغل بالي. خير شو في؟ لازم شوف نايا هلأ. هلأ؟ بهذا الوقت؟ شو في؟ يعني بصراحة بالبيت ما قدرنا ناخذ ناطي أنا ونايا. في كتير أمور لازم نحكيها قبل ما تكمل الخطبة. مدام ليلي عم تسمعيني؟ انتي معي؟ ايه ايه ابني انا معك بس لحظة شوي. قال حازم بده يشوفها لنايا هلا. شو قل له؟ يشوفها؟ بس تأخر الوقت مو مناسب ابدا انه يشوفها. بعد ما بعرف اذا كان نايا بتقبل تطلع ولا لا. خلص خلص اجلي الموضوع اجلي. الو ابني حازم يعني حاسين انه الوقت متاخر شوي ومو حلوه طلعتكم هلا.
بده يشوفني ما هيك؟ قولي له اوكي. يا بنتي بابا بعتذر، بس عن جد ضروري اشوفه، بدي احكي بموضوع مهم. الو حازم، نايا موافقه تطلع هلا، وين بدها تلاقيك؟ انا هلا حد كافيه اسمه ديلايت، شارع السوق الجديد. ايوه طيب، رح خبرها وخليها تلاقي لك هنيك. شكرا لك. قلب الكافيه ديلايت اللي بالسوق الجديده. ايه عرفت المحل. شو رايك بما انه الوقت متاخر تاخدي نانسي معك؟ ما تعطلي هم ماما، أنا بعرف دبر أموري، بس اهتم بجول. سنتبهي لحالك. إيه؟ يرضى عليك يا بنتي، لا تتأخري بالرجعة. حاضر بابا. أكيد جنيتي أنت معه، أكيد ما رح تطلعي معه بهذا الوقت المتأخر بعد تحليل الشخصية اللي عملنا له إياه، وبكل هالبساطة بيدق هو وبيقول لك بدي أطلع معك بهذا الوقت. لك أنت ما بتخافي يكون بده يخبص معك شي تخبيصة من تخبيصاته؟ منشان هيك أنا بدي أطلع أشوفه بهالوقت بالتحديد، بدي أشرح له، بدي أفسر له إنه أنا مني مجوزته إلا كرمال ابني وبس، هاي مصلحتي من الزواج وبس. شلون سوسون؟ بعد المعلومات اللي جمعتهم عن أمجد بيّن لي إنه شاب ابن عائلة، شاب مقتدر كل الناس بتحترمه، بعدين فاتح حسابات بكل شيء في مصارف البلد. بابا بترجاك بكفي. يا ماما خلي أبوك يكمل كلامه. يا ماما خلص بقى، لك خلص تركوني بحالي، أنا ما بقى بدي أتجوز، ما بقى بدي أتجوز. بتعرفي؟ عبالي امحي اثره لهيدا الاسم سمير. ايه التقيت مع سمير ويبدو ما في فايده، راكب راسه بده اسيل، عرضت عليه مبلغ كتير كبير بس هو ما عم يرضى، ما انا طب يعرف مصلحته كتير منيح. يا حبيبتي يا تقبريني، ما انت امه، كون رفيقتها، اشرحي لها الصح ما الغلط. يا حبيبي عم اقول لك هو اكل عقلاتها، ما انا شايفه حدا غيره. فتحي ما بده تفكير، واحد ما عم يفهم بالذوق من فهمه بطريقة تانية. أسمر تعال عندي شوي. بس أنا استغربت كيف وافقت تخلي نايا تطلع معه بهالوقت. أنت بذات نفسك هديك المرة قلت لي هدول الجماعة إلهم عوايدهم، ما بعرف إذا رح يتقبلوا قصة طلعتها معه بالليل. صحيح وهذا رأيي مزبوط، بس هالشي كان قبل ما تصير الخطبة، هلأ صاروا مخطوبين وصار من حقهم يطلعوا. فؤاد اليوم لسه خطبوا، اليوم شو بده فيها؟ طيب يا ستي مشتاقة له، بده يطلع معه. شو فيها؟ من شو خايفة أنت؟ من شو خايفة؟ أكتر شغلة مخوفتني طيبة قلبها لنايا، خايفة تروح تتورط وتحكي له عن قصة طلاقة من سامر، بكون يا فرحة ما تمت. إن شاء الله ما بيصير هالشي، ادعي لربك، وإن شاء الله إذا كان حكت له يطلع عقله كبير ويستوعب القصة. إن شاء الله، ما بتعرف بقى. لا ترجع منفهم منها كل شي، طمني، هدي لي حالك شوي بس أنت. أهلين لولي. أهلين. لا عن جد حازم، أنا ما عندي مشكلة أبداً إنه يكون عرسته بنفس يوم عرس خيك كرم. على فكرة يعني أنا مني كتير متمسكة بفكرة العرس. يعني معقول ما عندك مشكلة؟ ما بيهمك؟ بس أنا بيهمني. حازم أنا وأنت منا أولاد، اتنيناتنا تجوزنا من قبل وعملنا عرس من قبل، واتنيناتنا عنا أولاد. وأنا بصراحة كل اللي هممني هو يكون عندي بي لابني جود. بتعرفي؟ أنا عم برتاح لك يوم بعد يوم عن جد. حازم هذا مش مجرد كلام وبس، أنا عن جد موافقة على أي شيء بتقرره. لكن هيا، نحن رح نعمل عرس، ورح يكون عرس كثير حلو. نحن مرقنا بظروف كثير صعبة أنا وأنتِ، لهيك يعني من حقنا شوي نفرح، معلش.
حازم انا بدي صارحك بشي كثير مهم، بليز اسمعني وفهمني اوكي؟ احكي احكي نايا، احنا جايين هون لنحكي ونفتح قلبنا لبعض. لو سمحتوا اسمعوني كلكم، مين فيكن اسمه عادل احمد؟ انا عم بسأل مين فيكن اسمه عادل احمد؟ شو في؟ شو صاير اولاد؟ ما بعرف شو دخلنا نحن، اكيد عم يدوروا على حدا مطلوب. لو سمحتوا كلكم تبقوا مطرحكن، سيدات رح نفتش شناتيهن، وسلفا رح نعتذر منكن عن الازعاج اللي رح نسببه. لازم نتصرف بسرعة. شو بدنا نعمل؟ اخذي البضاعة روحي صرفيها بالحمام على السريع. مجنون انت؟ مو شايف كل عيون عشرة على عشرة علينا؟ والحل؟ بالعادي انت بتتصرف. لازم يلاقوا البضاعة مع حدا غيري قبل ما يشوفوا هويتي. شايفة هذا الشاب اللي قاعد مع الصبية لابسة كنزة زرقاء؟ ايه. والجرافة الحمراء تحطيها بجيبته. ماشي. يلا قومي. في مشكلة؟ شو رأيك روتين؟ سري في خيط هون شيله بس. هدول مو إلي ولا بعرف عنهم شيء. كل اللي بيحكوا هيك. تفضلوا معنا. لو سمحت لو سمحت. أنتوا عم تدوروا على شخص اسمه عادل أحمد وأنا ماني عادل أحمد. هي هويتي. شوف. هاي البنت معك؟ خطيبتي. عم تقول البنت خطيبتك. ومسكنا كيس المخدرات بجيبتك. شو بتريدني أعمل؟ عفوا بس. أنا شو دخلني؟ دخلك إنه المخدرات انكمشت مع خطيبك. يا معلم، هاي الهوية بإيدك. دقق فيها كتير منيح. نايا خطيبتي، نحن ما خصنا بهذا الموضوع. شو يعني؟ إجت المخدرات على جيبتك بأصابع خفية ولا نزلت من السماء مثلا؟ أنا لو بعرف إنه في مخدرات بجيبتي ما بيجي لعندك. مرق على راسنا كتير أشكال وألوان مثلك، وهذا الشيء ما بيعفيكم من الجريمة. جريمة؟ يا أستاذ، أنا اسمي حازم الخالد، يعني أكيد سمعان عني أو عن عائلتي. نص اللي بيتعاطوا مخدرات بيحكوا نفس الشيء. شرفوا معنا لشوف. يلا خدوهن. دور على السيارة. ثواني ثواني سيادة النقيب، لو سمحت خليني أعمل تليفون بس نوصل على القسم، رح اسمح لك تسوي اتصال. شو الفرق بين هو والقسم؟ خليني أسوي هلا. قلت لك بس نوصل على القسم. إذا مو مشاني مشان خطيبتي. لو سمحت. طيب شكرا. الو احترامي سيدي. نعم سيدي. مفهوم سيدي. رح اخلي سبيلهم فورا سيدي. احترامي. واقف يا ابني. حاضر سيدي.
نحن آسفين على سوء التفاهم سيد حازم، بس المخدرات انمسكت معك وما كان في مجال نحطك برا دائرة الشبهات. ولا يهمك سيادة النقيب، حاصل خير. تحبون نوصلكم على البيت سيد حازم؟ لا ما في داعي، البيت قريب من هون. شكرا لك، شكرا لك. تفضلي. شكرا سيادة العميد، شكرا جزيلا. الحمد لله انقضت على خير. ايه طبعا طبعا لازم نلتقي قريبا ان شاء الله، نلتقي. الله معك، مع السلامة. الحمد لله انقضت على خير. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. هيا عم بحكي معك، عم بحكي معك، هيا بحكي هيك بالشارع. هيا هيا عم بحكي معك. حازم ما بدي روح معك. ما بدك تروحي معي، فوق كل شيء عملتيه ما بدك تروحي معي. انا شو عملت؟ انا ما عملت شيء، انت بس قلتي له الضابط ما خصني. ايه لانه ما خصني. مين خصه؟ انا خصني هيك عند اول مشكله، اول مطب تمسكي حالك وتهربي. هذا شكل تاجر مخدرات. حازم انا ما بعرفك، ما بعرف اذا عملتها او لا. على فكره انا ما بعرفك نفس الشيء، انا ما بعرفك يعني. اه والله كرمال هيك اخذتني على كفي كلها. هذا احسن كفي بالشام، هذا احسن كفي بالشام، بس القصه صارت بالصدفه. ما لا تحكي معي بهالطريقه. اه والله إيه؟ بتعرف شو، كل واحد منا بطريق، ما راح احكي معك. كل واحد بطريق. خلص يلا تفضل روحي، يلا يلا روحي، بس طريق مو من هون، من هون الطريق. حبيبتي اللي بتيتي انت، انتي من وقت ما رجعتي مانك منيحة، شو بكي؟ أنا ما بدي أتجوز كرمال أي شيء، ما بدي شيء من القصة كلها، بدي بس ابني جود يكون عنده بي، ما بدي أكتر من هيك. أنا بعرف، بس نايا نحن معاد صغار، انتي وأنا بنعرف إنه الرجال مانهم مثلنا، يعني هنن في عندهم أسباب تانية. حازم شخص جريء، مجرد إنه وصلك بآخر الليل، يعني أكيد هو ما نوع عم يتزوجك بس من شان بنته، أكيد في شي تاني. نانسي، أنتي ما بدك تبطلي هالعادة؟ ليش عم تكبري لها براسها للبنت؟ وإذا يعني وصلها بآخر الليل على البيت، وين المشكلة؟ بالعكس هي دليل على إنه بيحترمها. أنتي ما شفتي قديش بيهتم فيكي؟ ولا كان لازم يخليكي ترجعي باخر الليل على البيت لحالك؟ ما عم افهم.
ماما في شي صار ما بقى مريحنا. اي بس بس بكفي، انا سمعت كل شي عم تحكوا. ما بعتقد انه حازم عم يخطر له اي شي سيء اتجاهك. ليكي نايا، حطيها براسك، بعمرك ما تحكمي على انسان انه منيح ولا لا قبل ما تتعرفي عليه منيح وتتاكدي. بصراحه انا ارتحت له لحازم، شاب نبيل، بكفي انه رضيان يربي ابن حدا غيره. مين لسه بيعملها بهالايام؟ ولا انا غلطانه؟ صباحكم ورد وفل وياسمين لكل مستمعين إذاعة الأفراح. رح كون معكم بالساعة القادمة، ومثل العادة رح نبلش برنامجنا بغنية، بس هالمرة حابة أهديها لناس كتير عزيزين على قلبي وبحبهم كتير 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 كتير. ابقوا معنا وأحلى غنية. عيني عليك أنا، عيني عليك بحني لك، أنا بحني لك، هيمنة يا أنا أمن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدو أنا مالي بدو، وأنا يدو كده وأنا يدو حالا. ألو ألو مدام ليليا، أنا صباح. أهلا وسهلا ست صباح. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. أنا اتصلت لحتى خبرك عن موعد العرس المناسب لنا. أنتي معي مدام ليليا؟ إيه مدام أنا معك، بس كنت عم فكر يعني إنه موعد العرس قرب وصار لازم إحنا نبلش بالتجهيزات. ست صباح لو سمحتي، أنا مضطرة أسكر، مشغولة شوي. طيب مو مشكلة، الله معك. الله معك. خير؟ شو بكي؟ شوفي مين كان على التليفون؟ بعدين ليش هيك خايفة؟ هي ست صباح. شو بها؟ موعد العرس تحت. عن جد تحدد؟ عظيم. مو هذا اليوم اللي عم تستنيه؟ لازم تفرحي. تعرف امتى تحدد موعد العرس؟ امتى؟ نفس يوم عرس هي وسامر. معلش معلش، بس لازم نخبرها لنايا. مين بده يخبرها؟ بدك اليوم، بس لازم تعرف. فؤاد من هلا أنا ما عندي جرأة إني خبرها. ماشي الحال ماشي الحال، بدك اليوم. Thank you.
بعرف شو اللي صار مبارح، ما قدرنا نحكي بشي. كنت أفكر حالي رح وضح سوء التفاهم تبع الخطبة، عم صار الوضع أسوأ بكتير. شو بتكون عم تفكر فيني هلا؟ شو؟ صادق عم تفكري؟ اتصلي فيه، فشي خلقك، ليه عم تخلي كل شيء يطلع ببدنك؟ اتصلي وقولي له أنا متضايقة من 1 2 3، خليه يفهم إنه هو غلطان من الأول. اتصلي.